يقولون إذا شعرت بالغضب عد من 1 إلى 10 قبل ما تقول أي كلمة وأنت منفعل، وبعدها اختر كلمتك وردك الحاسم. فالغضب شعور انفعالي لا إرادي، لا يمكننا التحكم في توقيته، ولا نقدر أننا نمنعه، لكننا ببعض الإصرار والعزيمة والإرادة ممكن نسيطر عليه. أنا شخصيا أفضل المشي. المشي ولوقت طويل ولمسافات طويلة كافية جماعة الخير للسيطرة على مشاعر منفلتة ولو لبعض الوقت. الغضب مسؤول عن أكثر أخطائنا فداحة. الغضب مسؤول أيضا عن فراق أحبة وزعل الأصدقاء. الناس اللي تمتلك السيطرة على لحظاتها الغاضبة هذول ناس مميزين. ولذلك النبي اللهم صل وسلم عليه قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. الله لا يجيب ساعة غضب، لا لي ولا لكم. سلامتكم.